ايه الاخبار صديقي الفانتزاوي؟ انا عارف ان الجوله اللي فاتت كانت صعبه عليك وعليا وعلى كل الناس، كانت جوله بعنوان لم ينجح احد. النهارده في المفيد في الوريد هنخش مع بعض نشوف ايه اللي عملناه في الجوله اللي فاتت. انا الحمد لله اختياراتي كانت الى حد ما كويسه، لعيبه ما كنتش متوقع انهم يعملوا اداء، عملوا اداء وجابوا لي سكور، فالحمد لله طلعت ب 58 نقطه الجوله الصعبه اللي فاتت جدا دي، فطلعت 58 نقطة والرانك بتاعي ابتدى يتعدل تاني ويرجع لأول مليون. زي ما انتوا عارفين في الجولة الرابعة هي اللي وقعتني وقعة جامدة جدا، انا كنت قبليها 266 ألف على العالم، بس الجولة الرابعة عشان ما عملتش هالاند كابتن فوقعت وقعة بنت لذينة، بس الحمد لله رجعت تاني للتراك. فتعالوا مع بعض النهاردة في الحلقة بتاعت مفيد في الوريد نشوف ايه التشكيلة اللي هننزل بيها الجولة الستة، وكمان نشوف ايه هي أهم المباريات اللي جاية، ومين هنكابتن ومين مش هنكابتن، ومين هنبيع ومين هنشتري. فيلا بينا نخش على الويب سايت ونشوف ايه اللي معانا النهارده. يلا بينا بقى نخش على الويب سايت ونشوف مع بعض اول حاجه وايه هي اهم المباريات اللي هتكون موجوده معانا في الجوله السادسه. وعلى راسهم بالنسبه لي هيكون ماتش مانشستر سيتي مع نوتردام فورست. مانشستر سيتي هيلاعب نوتردام فورست في الهوم، هيلعبوا في الاتحاد في استاد الاتحاد، فنسبه ان هالاند يجيب اجوان كتيره نسبه عاليه. فالكابتنه بتاعت هالاند كابتنه اساسيه في الجوله دي، لازم تعملها يا معلم. الكابتنه اللي بعديها برده من نفس الفريق هتبقى الفاريز، لو انت مش عايز تكابتن هالاند وخلاص بقى نفسك تكابتن حد تاني، فالفاريز برده من الكابتنات المضمونه والحلوه بالنسبه للمباراه دي او بالنسبه للجوله السادسه في العموم. تاني ماتش برده من الماتشات اللي المفروض انها تكون سهله ان هي يتجاب فيها نقط كبيره من مانشستر يونايتد، اللي هو فريق بالنسبه لي انا شايفه ما بيأديش تماما ولا بيعمل اي حاجه في الموسم ده. فمانشستر يونايتد هيلاعب بيرنلي، وده ماتش من الماتشات اللي المفروض سهله بالنسبه لمانشستر، فاللي عندهم راشفورد بقى وبرونو والكلام ده كله المفروض نشوف منهم اي حاجه. نيجي بعد كده للماتش اللي بعديه واللي انا شايف برده من وجهه نظري ان هو ماتش مهم جدا وهيكون حلو جدا لبرايتون، هو برايتون وبرونموس في ملعب برايتون. وبرايتون انا ان شاء الله هلعب في الجوله دي منهم بثلاث لعيبه، استوبينان وميتوما وجواو بيدرو، انا لسه ما بعتش جواو بيدرو على فكره. نيجي بقى للماتش اللي بعد كده واللي انا شايفه هيبقى ماتش حلو بالنسبه لي، انا عندي لعيبه كتير من الفرقتين دول، هو استون فيلا وتشيلسي. واستون فيلا وتشيلسي زي ما انتم عارفين هيبقى ماتش مش سهل تماما لا على ده ولا على ده، بس تشيلسي مع الاداء اللي انا شايفه الايام اللي فاتت دي فانا برشح كافه استون فيلا، فعشان كده انا ممكن اقعد تشيلويل على الدكه ولاعب ماتي كاش وديا بيه في ماتش زي ده، ولاعب بس من تشيلسي لاعب ستيرلينج بس لان انا عندي ستيرلينج برده. وعندك برده ماتش نيوكاسل وتشيفيلد يونايتد من الماتشات الكويسه جدا، واللي عندهم ايزاك انا برشح لهم او بقول لهم يبيعوه، لان ايزاك بنسبه كبيره جدا هيكون بيلعب في التشامبيونز ليج، مش هيلعب في الدوري وهيلعب مكان ويلسون اعتقد، فانت ممكن تجيب ويلسون مكان ايزاك. نيجي نخش بعد كده على الكابتنات اللي المفروض نكابتنها، نتكلم شويه عن الكابتنات. فالكابتنات زي ما احنا قلنا اول حاجه الكابتنات المضمونه عندنا اثنين، الفاريز وهالاند طبعا، بس انا بقول لك كابتن هالاند، هالاند كل الناس هتكابتنه في ماتش زي ده، وممكن هالاند كمان في ماتش زي ده يجيب سوبر هاتريك او اي حاجه من الكلام ده كله. فلو انت يا صاحبي جاي منك بقى خلاص ان انا مش عايز كابتن هالاند خلاص، فكابتن الفاريز مفيش مشكله، الاثنين ماتشهم حلو وسهل. من الكابتنات الحلوه برضه ان انت ممكن تكابتن حد من برايتون، برايتون ماتشهم سهل الى حد ما وهيلعبوا هوم، فعندك ميتوما ممكن تكابتنه، فده برضه الى حد ما حاجه هتبقى ديفرنشال شويه، بس برضه انا مع كابتنه هالاند كابتنه اللي لازم كل الناس تعملها في ماتش زي ده. عندك برضه من الكابتنات اللي ممكن تكون حلوه كابتنه صلاح قدام ويست هام، لان هو دايما بيعمل حاجه قدام ويست هام، يعني دايما بيعمل في مباريات قدام ويست هام دايما بيعمل حاجه، فانا شايفها برضو من الكابتنات الحلوه بس خطره شويه، فخليك يا معلم في كابتنه مين؟ هالاند طبعا. تعالوا بقى نتفرج شويه على اللعيبه اللي ممكن نشتريها او لعيبه ممكن نبيعها بناء على ايه، فهنشوف كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم كده تعالوا نشوف الترانسفير ان الاول وبعد كده نشوف الترانسفير اوت ونشوف اللعيبه اللي ممكن نشتريها منهم مين. اول حاجه في الترانسفير ان اول واحد فيهم ب 714,000 واحد اشتروه هو الفاريز. الفاريز يا جماعه بيقدم اداء جامد جدا الايام اللي فاتت دي، والاصابات اللي عماله تحصل في مانشستر سيتي بتاكد ان هو مكانه اساسي ومش هيتحرك من مكانه، وبصراحه بيعمل كل حاجه في الكوره، فانا شايف ان الفاريز من الاختيارات فعلا الحلوه لو انت عندك
مساحه هتقدر تجيبه، فطبعا روح على طول اشتريه. انا لو انا ما عنديش مساحه ان انا اشتريه فمش قادر اجيبه، غير لو بعت حد مثلا غالي عشان اقدر اعوض سعره، وانا بصراحه ما عنديش حد ابيعه. فالفاريز من الاختيارات حلوه جدا. تاني واحد بوتمان. طبعا بوتمان انت محتاج كفر دفاعي من نيوكاسل، لان نيوكاسل مباراتهم الجايه سهله والكلين شيت عندهم محتمل، فتريبير غالي، فكل الناس راحه لبوتمان. الحمد لله بوتمان عندي من بدري، وحتى لعبته الماتش اللي فات وهو نسبه ان هو يلعب 25%، والحمد لله لعبه وجاب 9 نقط الماتش اللي فات. فبوتمان برضو انا شايف ان هو من الاختيارات الموفقه جدا، 292 الف واحد بيشتروه. عندك امبويمو حاجه معروفه جدا، لان اللاعب ده اي كوره بتحصل في برينتفورد وهو اهم لاعب عندهم هو بيبقى معلم عليها وبصم عليها. عندك بقى واحد زي وورد براوز. وورد براوز يا جماعه من ويست هام، ويست هام كسب خسر عمل اي حاجه، براوز لازم يكون عامل حاجه في الماتش ده، عامل اسيست، جايب جون، عامل عرضيه، عامل اي حاجه في الماتش ده. فبراوز احصائياته جامده جدا. وورد براوز من اللعيبه اللي انا حاطط عيني عليها وعايز اشتريها بصراحه. عندك بعد كده ابو صلاح، وزي ما انا كنت بتكلم ان خلاص ده الوقت بتاع صلاح. مباراه ليفربول هتبتدي تبقى سهله، صلاح بيعمل حاجات كتيره، صلاح خلاص مستقر مع الفريق، مفيش حاجه اسمها اتحاد جده ولا رايح ولا جاي، خلاص صلاح مستقر. فده الوقت اللي المفروض نشتري فيه صلاح. الحمد لله برده صلاح عندي من اول الموسم وما بعتهوش، وصلاح ماتشه الجاي ان شاء الله هيعمل فيه حاجة، أنا حاسس بكده إن شاء الله. نيجي بعد كده لجوستو. جوستو بعد ما الناس شافت إن تشيلويل بيقعد احتياطي وهو بينزل أساسي وجيمس لسه غايب والكلام ده كله، فجوستو من الاختيارات الكويسة أنا شايف كده. لاعب حلو جدا في الماتش اللي فات أو الماتشين اللي فاتوا، بيعمل أسيستات كتير، بيروح كتير في المنطقة، دايما شايفه قدام، فهو كمدافع بحس هجومي عالي جدا، كويس جدا جوستو، زيه زي تشيلويل. بس طبعا جوستو شكله هيلعب الايام الجايه اكتر، انا مش عارف بصراحه. ماديسون انا شايف ماديسون ما حدش يشتريه من الجوله دي، ماديسون من الجوله السابعه ان شاء الله بعد ما يعدوا الماتش الجاي. تريبير طبعا كويس جدا بس هو سعره اغلى من بوتمان، فانا برشح بوتمان اكتر. ميتوما طبعا كل الناس بتروح عليه، ميتوما من اللعيبه اللي نسبه امتلاكها دلوقتي 40%، فانا شايف برده ان ده حاجه جدا. ودوجي برده من توتنهام من المدافعين الكويسين جدا اللي بيهاجموا اصلا فالى حد ما. وطبعا ونيتو واريولا، فاريولا اكيد لان هو حارس بيجيب نقط، حارس يعني اكتر حارس لحد دلوقتي جايب نقط في الدوري بغض النظر عن ايدرسون طبعا، ده اكتر واحد عامل تصديات كمان، فاريولا هو حارس الاساسي بتاعي اصلا. نيجي بعد كده نشوف الترانسفير اوت عامل ازاي، وعلى راس الترانسفير اوت طبعا جاكسون. جاكسون ده ملهوش في الكوره، جاكسون ده ما بيعرفش يلعب كوره اصلا، والله انا مش عارف ازاي اشتروه اصلا في تشيلسي. يعني اللي راح اشترى جاكسون ده دفع فيه فلوس ازاي؟ ده شفتوا الشوطه اللي شاطها الماتش اللي فات في ال 18 بيشوط كده، يعني الجون كده هو بيشوط كده، ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش اي حاجه. كل الناس اللي بعتوا دي عندها حق، يعني كل اللي عندهم كان لازم يروحوا يبيعوه. جاكسون ده مفيش كوره، حتى لو جاب جون ولا اتنين ولا تلاته ولا مشيت معاه ما عندوش كوره، مفيش كوره. تمام، تيجي بعد كده لتشيلول. انا متفاهم الناس اللي بتبيع تشيلول عشان عارفين ان تشيلول بنسبه كبيره هيبقى مركز في التشامبيونز ليج وهيقعد على الدكه او هينزله اخر 10 دقائق، وبالنسبه لهم هيبقى النقط ايه بتترمي على الارض، فانا مقدر الموضوع ده. ونفس الموضوع برده بالنسبه لايزاك. بس سوني مارش ليه بيتباع انا برده مش عارف. راشفورد بيتباع بنسبه 153 الف واحد بيبيعوه. طيب راشفورد مش عشان راشفورد وحش، لا عشان الفريق ذات نفسه وحش، الفريق وحش مش مقنع. طبعا واتكنز لو عندك برضه بيعه، واتكنز بيعه وهات مكانه الفاريز يا معلم. واتكنز ب 8 مليون دلوقتي، ب 7.9. واتكنز اديناله فرص كتيره جدا، ماتش 2 3 4 ما بيجيبش اي حاجه، اسيستات ملك الاسيستات مثلا ولا ايه؟ مفيش خالص واتكنز. فواتكنز لو عندك بيعه برضه. مارتينيلي مصاب فيتباع برضه، هنري برضه مصاب، ستيرلينج مش عارف ليه الناس بتبيعه، ستيرلينج ما يتباعش برضه الى حد ما. تشيلسي لو عمل يعني تشيلسي لو لعب المباراه وخسر، ستيرلينج ممكن يعمل حاجه، ستيرلينج ممكن يعمل حاجه في اي وقت، هو الوحيد اللي ممكن يخلص اي كوره كورتين بمهاره فرديه باي حاجه في تشيلسي. ستيرلينج المره اللي فاتت حط شوطه حلوه جدا كانت المفروض تخش جون، بس يعني الحارس تالق فيها. تشيلسي هو ستيرلينج تمام، وتشيلول بس تشيلول الادم هيقعد على الدكه عشان خاطر التشامبيونز يبقى يتباع. عندك هنري عشان مصاب برده، وويسا وانانا لو عند اي حد لازم يعني يبيعه، بس انا طبعا مش هقول لك تعمل تغيير ترانسفير عشان حارس المرمى، كده كده حراس المرمى يعني يوم ما بيجيبوا نقط
من تصديات والحاجات دي كلها بيجيب له كام، 5 6 نقط، فمش هتفرق قوي ان انت تعمل تغييره او ترانسفير علشان خاطر اونانا. طيب نيجي دلوقتي نتكلم بقى عن ايه، عن التشكيله اللي انا هنزل بيها الماتش الجاي او الجوله الجايه الجوله السادسه. فالاول تعالوا بس اوريكم كده، انا في الجوله الخامسه جبت 58 نقطه الحمد لله، والرانك بتاعي من 2 مليون و600 لحد 1 مليون و116. طبعا انتوا عارفين في الجوله الرابعه انا كنت 266000 يا جماعه، بس كابتنت هالاند ضيعتني لان انا ما كابتنتوش والناس كلها كانت مكابتناه. طيب نيجي بقى للجوله الجايه انا هعمل ايه. فالجوله الجايه اول حاجه عندي في حراسه المرمى هيكون اريولا قدام ليفربول. انا بحب اريولا لان تصدياته كتير، وليفربول ممكن يعني يحاول كتير، فاريولا ممكن يجيب لي كذا نقطه من التصديات. طيب نيجي بعد كده لخط الدفاع عندي، فانا هلعب بستوبينان وبوتمان وكاش، وهقعد على الدكه تشيلويل زي ما المدرب بتاعه هيقعده برده، فانا هقعده على الدكه في حين ان ستوبينان مثلا ما لعبش فينزل تشيلويل طبعا. فعندك بوتمان برده من اللعيبه اللي انا حاسس ان ممكن يعملوا كلين شيت المباراه الجايه. خط الوسط عندي ستيرلينج ميتوما تيابي وساكا وصلاح، وده الوقت برده هرجع لك ده وقت صلاح، لازم كل الناس ترجع تاني تجيب صلاح. عندك خط الهجوم انا لسه مستمر مع جواو بيدرو، هلعب بثلاثه من برايتون زي ما انتم شايفين كده، لان ماتشهم قدام بروموث الى حد ما هيكون سهل. وطبعا الكابتن هالاند هو الكابتن بتاعي ان شاء الله للجوله السادسه، انا مش هغير الكابتنه من عليه الا لما يكون حد تاني مثلا زي ابو صلاح عنده ماتش سهل قوي وهالاند عنده ماتش صعب، في ساعتها هكابتن صلاح. دي الحاجه اللي انا هعملها بعد كده على طول، مش هروح بعد كده بكابتنات غبيه تاني، انا مش محتاج ان انا اقع في الرانك بالطريقه اللي وقعتها دي قبل كده، لحد ما نشوف ايه اللي ممكن يحصل في الايام الجايه. اكتب لي في الكومنتات بقى ايه رايك في التشكيله اللي انا هلعب بيها، وانت هتكابتن مين يا معلم، واكتب لي برده مين اللاعب اللي انت شايف ان هو هيجيب اكتر نقط الماتش الجاي. لو انت اول مره تشوفني بقى يا معلم، لايك وسبسكرايب وشير، وتعالى بقى على باقي المنصات برده تابعني، واشوفك في فيديو جديد من المفيد في الوريد. سلام.